عارف لازم تعرفي. لبنان صح؟ عين عليكي، عين عليكي، هي بطنة جبتيها. والله انتوا فظيعين. حابة تسألي ماما أي سؤال؟ انسان تفضلي. انتي أولا رحب بالمتابعين. رحب بالمتابعين يا ماما، تفضل. يسعد مساكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم في البث اليوم مع رهف. نورتوني يا جماعة، هلا خالته، هاي هاي نورتي خالته. أهلا فيكم جميعا حبايبي. كل حدا بحب رهف طبعا أنا بحبه. الله يسعدك وجودك يا أحمد. يلا كملي يا جنينو. بس بسألك بالعادة بتطلعي على الوقت، تأخرتي دقيقتين. ايه لاني كنت عم نزل بمواقع السوشيال ميديا. يا اخي والله بحب لهجتكم. كنت بنزل في اليوتيوب وفي الانستغرام عشان انزلكم اذكركم. بالعاده انا باجي قبل بدقيقتين. اتهلت عليكم شوي. ما بتلحقي انسى. والله لازم انشر في كل مكان عشان تيجوا. هنجي. ايش السؤال اللي حابه تساليه لماما؟ طب ما تعرفنا بالاسم. جينو اسم. جينو؟ اهلا يا جينو. اسمك هذا ولا اسم الدلع؟ لا دلع دلع، ما هذا الاسم. اتوقع جينان؟ لا جينان. عمي انت وامك. اللي عندك هاي حصة خارقة. حصة خارقة. مرحبتين. حابة تسألي ماما اي سؤال يا جينان؟ يلا. يلا نفترض اجيكي فرصة، اجيكي فرصة ان تبعتك امك على لبنان، فرصة سياحة قصدك ولا استقرار مثلا؟ لا سياحة بعدين استقرار. فبتوافق ولا ما بتوافق؟ توافق لرهف لحالها يعني تروح تتركنا وتروح؟ هل ايه بيسمح لها، بيسمح لحدا يعني تنزل مع انه ينزل معها يدافع حدا؟ طبعا اكيد احنا انا وبابا مثلا لبنان. والله يعني في امل. طبعا في امل ان شاء الله، في امل عمر. احنا لو ظروف السفر عندنا سهله كان والله يعني الواحد كل فتره راح على بلد، بس ظروف السفر عندنا كتير صعبه، انتم يمكن ما بتتخيلوا كيف. هي قبل شوي اذكر المعبر مثلا اللي بنمرق منه على دول العالم. سفر خلص. والظروف هون احلى لان أكيد. كمان الله يعينكم. لبنان بسمع انقطاع كهرباء ومياه وغيره. جهنم جهنم حد ذاته. يا الله الله يعينكم يا رب. معلش بتضلها بلدكم يا حبيبتي. معلش احنا كمان بنعاني من ظروف كتير صعبة يعني فوق ما تتخيلوا. احنا عايشين في مدينة محاصرة بس بتضلها بلدنا، يعني بالنسبة لنا احلى بلد في الدنيا. صحيح. احنا بس اذا ما عندك مستقبل شو؟ على شو احلى بلد اذا ما عندك مستقبل؟ الله عليك، بدك تطلعي برا يعني. والله اذا كان عندك فرصة للعمل برا يعني وكان الوضع احسن مش غلط، اما اذا كان عندك متوفر عمل في بلدك وبين اهلك فليش تتركي بلدك؟ اذا في اذا في اذا ان شاء الله ان شاء الله بتلاقي يا اختي بس تكبري وتتخرجي. الغربة صعبة برضو حبيبتي يعني مش سهلة. صعبة. أنا بحبك ماما. مصطفى مصطفى برواش بقول من لبنان بنحبك يا بشرى. مصطفى معنا على اللايف. منور يا مصطفى، أهلا وسهلا فيك. وكيف شفت تعليقه؟ طب خليه يطلع مصطفى معنا. تمام. شكرا يا جنان إليك كتير ونورتينا وانبسطنا كتير. سؤالك حلو عميق بنفس الوقت يعني. يلا سلام. عائشة راحت عليك يا مصطفى. خلاص مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ من وين؟ انا من فلسطين. اهلا وسهلا فيك. من وين؟ من فلسطين. من الرملة. من الرملة. داخل. حابة تسألي امي اي سؤال؟ لا ولا انا؟